ولذلك يوم تبلى السرائر، يوم تكون السرائر علانية، يوم أن يفضح بعض العباد يوم القيامة، من أعظم الأعمال نفعاً يوم القيامة ما كان سراً. والبعض منا معاشر الأحباب حياته كلها علانية، كل أعماله الصالحات كل يعرف عنها ويعلم عنها، إن حفظ علم الناس حفظه، إن تصدق علم الناس صدقته، إن صلى فبين أعين الناس صلاته، وإن ذكر فذكره معلن، وإن قرأ فالناس يسمعون، وإن بنى المساجد وضع اسمه عليها، وإن صام هذا اليوم لمح للناس بصيامه. من استطاع منكم أن يكون له خبيئة من العمل، أي من عمل صالح، فليفعل. يوم القيامة إن كان لك خبيئة من عمل، وجثت الأمم على الركب، وترى كل أمة جاثية، كل أمة تدعى إلى إمامها، إلى كتابها. ولذلك المسكين الذي إذا نشرت الدواوين إذا بأعماله قد أخذها في الدنيا مدحا، كما أنك تختفي بالذنب أختف بالطاعة، فلربما يوم القيامة لا ينفعك ولا يفرج كربك ولا ينور قبرك إلا العمل الذي عملته في حال خفاء. أعبدنا وأتقانا وأفضلنا وأعلمنا وأحكمنا هو الذي في حياته أسرار ليست مع الخلق، إنما أسرار مع الخالق، فإن غضب الله عليك ينطفئ بصدقة السر، لا ينطفئ بصدقة العلانية، إنما ما كان سراً، لأن العبد المتخفي بالطاعة عبد خالص، عبد محسن، عبد مشفق، ولذلك يربط الله على قلبه. لماذا يا عبد الله؟ لماذا تفضح نفسك؟ والمنعم يحب منك أن تخفي عملك، أخفي العمل، أخفي العمل، فلربما لا ينجيك يوم القيامة إلا ما أخفيت. يوم تبلى السرائر قال الله ليبلوكم أيكم أحسن عملا، ما قال أكثر عملا، أحسن عملا، معنى ذلك أنه أتقنه أصوبه، وأصوبه ما كان خالصا خفيا لا يعلم الناس عنه. يا مسكين، يا مسكين، تعلن للعباد أنك عبد، تعلن للعباد أنك عبد، أنت عبد وهو الرب، ويحب منك أن تختفي، ويحب منك ألا تظهر العمل، أخفه كإخفائك.